صباحنا سمر، اليوم مميز وأكيد البداية بداية فقراتنا اليوم أكيد من عالم الرياضة وتحديدا مع نساء سوريات ناجحات بطلات، أكيد بنفتخر فيهم بوجودهم معنا. خلال الأسبوع الماضي مثل ما بنعرف أقيم سباق تشرين للسباحة المفتوحة في مدينة اللاذقية، أكيد لتحرز السباحة إينان سليمان المركز الأول بفئة السيدات. اليوم أكيد بصرنا نرحب بإنانا وبوالدتها البطلة العالمية في السباحة لبنى معلا. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم، صباح التميز. صباح الخير، كثير مبسوطين بوجودنا معكم. اهلا وسهلا فيكم والف مبروك. الله يبارك فيك. يعني الفوز كان كثير كبير وكثير حلو، نحن شفنا حالنا فيكي، يعني كثير مبسوطين لك. ان شاء الله الف مبروك عن جديد. بالبدايه خلينا نحكي عن السباق، عن التحضيرات له واهميته بالنسبه لك. طبعا هذا السباق هو قام بمناسبة 16 تشرين الحركة التصحيحية ليخلد ذكرى كتير مهمة ببلدنا سوريا. هذا السباق سباق مميز من نوعه لأنه اجت 11 دولة غير سوريا، 11 دولة عربية وأجنبية بمشاركة 40 سباح وسباحة. فهذا السباق تم تنظيمه من قبل الاتحاد الرياضي العام بالتعاون مع كتير شركات، وهذا شيء كتير مميز لأنه نحن بعد بظل ظروف كل هالحرب وبعد انقطاع بسبب الكورونا، البطولات عنا تأجلت وتوقفت بسبب الكورونا. فهذا السباق كان كتير مهم أنه يرجع لأنه السباح بحاجة دائما للاحتكاك، فهو سباق كتير مهم بالنسبة لي. وبالنسبة للتحضيرات، أنا دائما كنت عم بتمرن بفترات الكورونا. أنا حاليا عمري 16 سنة، وهذا الفوز بالنسبة لي، شكرا كثير، هذا الفوز بالنسبة لي مهم لأنه أنا عم بسبح من 16 سنة لهلا، ولكن ببطولة دولية هي أول مرة بحقق مركز أول بهذا السباق، وأنا كثير مبسوطة. ويعني الحمد لله بالتعاون المشترك بين مدربيني وبين أمي قدرنا نحقق هذا المركز. الحمد لله. يعني دائما احنا بننطر هالنجاح لانه نجاح سوريا فهو نجاح لنا ايضا. الف مبروك. حضرتك سيده لبنى مهندسه مدنيه ولكن من عائله رياضيه، وحضرتك بطله احرزتي جوائز عالميه ومحليه، ويمكن هلا عم بتشوفي انانا ايضا عم بتتابع مسيرتك بالنجاح. تحكي لنا شوي عن شعورك. أكيد شعور بالفرح بالفخر، أنه أنت لما بتشوفي مثلا بنتك بعد هاي الفترة من التحضير والتعب أنه هي تقدر تجيب هيك مركز، فهذا أكيد شعور لا يوصف. يعني قد ما حكيتي ما بتقدري توصفيه، وخاصة أنه أنا عن جد يمكن لعبة السباحة هي يعني شيء كتير أساسي بالنسبة إلي وبحبها كتير، ويمكن هذا سبب أساسي أني أنا فوتت نانا بهذا المجال. يعني من هي وصغيرة علمتها على صغار وحبيت أنه هي تكفي المسيرة اللي أنا بلشتها، والحمد لله أنه هي قدرت تكفي وتحقق نتيجة منيحة، وإن شاء الله لقدام بتوقع أنه كمان تجيب نتائج أكيد كويسة. أكيد. إنانا خلينا نحكي مثل ما حكيت والدتك البطلة العالمية لبنى معلا انه هي كانت السبب بدخولك للسباحه، خلينا نحكي عن بدايتك بالسباحه، وقديش تحولت هي البدايه لشغف بالسباحه وحققتي كثير من البطولات، خلينا كمان نحكي عنهم. هلا بالحقيقه مثل ما حكت ماما هي بطله عالميه، ماما مأحرزه كثير ميداليات عالميه وغير عالميه دوليه بسباقات طويله 88 كيلومتر و45 كيلومتر، طبعا هدول الانواع من السباقات مو اي حدا بيسبحها، فماما يعني الحمد لله كانت بتحب هالمجال، يعني سبب نجاحها بهالمجال هو حبها وشغفها بالمجال. فماما حبت اكيد بما انه هي بتحب هالمجال ونحن بالاخير من عائله كلها سباحين، حبت تدخلني بهذا المجال. فاول مره نزلتني فيها المي كان عمري 6 شهور، نزلتني وحملتني وهيك تسبح، فلما تعلمت امشي صارت تاخذني على المسبح لاتمرن معها. بالحقيقه باول فتره ما كنت حاطه ابدا انه انا بدي اكمل بحياتي بالسباحه وبحب هالمجال واتخصص فيه، لا كنت اخذه مجال تسليه ومجال لعب. بس بعدين لما هيك طلعت على السباحين، كان في سباحين اكبر مني، طلعت عليهم شفت كيف عم يتدربوا، كيف جروب كله متحمس هيك في بيناتهم حماس ومنافسه، رحت عند ماما قلت لها ماما انا جاهزه، وحطيت ببالي انه انا بدي فوت بهذا المجال. فماما كثير يعني كملت معي 16 سنه يوم بيوم وثانيه بثانيه دقيقه بدقيقه، كلياتهم انا وماما عم يعني عم تمرني وعم نسبح سوا انا وياها. فالحمد لله قدرت اوصل لهذا العمر مع 15 رقم سوري ومع بطولة دولية وعدة مشاركات خارجية، ومنهم كانت مشاركة مميزة لي المركز السادس آسيويا ببطولة الهند بآسيا. حلو كتير.
الله يطولك بعمرها ويخلي لك اياها. دائما الام هي الاقرب لبنتها، بتحب بنتها تكون لسه احسن منها. صحيح اكيد. يعني يا سيده لبنى، ايضا حضرتك شجعتي إنانا على السباحه، ولكن ايضا كان عندك عبء ثاني هو كمان الدراسه، انه الاثنين، انه لا الدراسه اكيد مهمه جدا مستقبلها، وايضا شجعتيها على الرياضه اللي انت بتحبيها والعائله جميعا بتحبها. خبرينا عن كيف هيك قدرتي توازني، او هي ايضا بالتعاون مع بعض انه قدرتوا توازنوا بين السباحه وبين الدراسه؟ ايه الحمد لله. يعني هي رغم انه بتاخذ وقت طويل بالتمرين كل يوم، يعني تمرينها يومي تقريبا شيء 4 ساعات، فمع ذلك انه هي متفوقه الحمد لله بالدراسه. الحمد لله. يعني هي من الاوائل، وكثير يعني هي لحالها بتلاقي بتنظم وقتها، انه قبل التمرين بتدرس، بعد ما ترجع من المدرسه بتروح على التمرين بترجع دغري كمان بتدرس. يعني اكيد هو الرياضي بالنهايه بتعرفي بده يكون وقته مخصص للدراسه والرياضه، ما في اي شيء ثاني ممكن يعمله. فهو اكيد يعني حرام، انا بزعل عليها مرات، بحسها يعني طفل، يعني كصبيه بهالعمر، انه ما بتقدر تعيش مثل باقي رفقاتها، بس اكيد هذا مقابل، هي حققت شغلات اكيد مقابل انه تحقق هذا النجاح، فهي اكيد بدها تحاول توفق بين الاثنين. بتمنى طبعا هي اكيد ان شاء الله انه تدرس فرع. بالنسبه للفرع اللي بدها تدرسه، انا بقول لها انه انت شو بتحبي، انا ما عندي مشكله. فهي ان شاء الله يا رب تقول بتحب الصيدله، ان شاء الله يا رب تقدر تدرس. أكيد إنانا إرادة، عندك إرادة كتير قوية وطموح كتير عالي، وعندك موهبة عالية كمان، وعندك اجتهاد بالتدريب، وهلأ مثل ما عرفنا كمان بالدراسة. خلينا نحكي إنانا اليوم شو هو طموحك؟ هلأ بالحقيقة أنا يعني أنا هلأ صار عمري 16 سنة، صرت بمرحلة من الوعي، والحمد لله ماما من الصغر علمتني أنه أنا لازم أكون مجتهدة، ولازم دائما يعني وفق بين الشغلات يلي بحبها وأكون مجتهدة هون وهون. فبالحقيقه هلا اي حدا اكيد عنده كل يعني انا كل يوم بسبح، وبالدراسه يعني انا حاطه ببالي انه انا بدي فوت فرع صيدله، فهو فرع بحاجه للدراسه وبحاجه للتعب، فانا حاطه ببالي انه انا بدي نظم وقتي. طبعا مو هذا الشيء يعني انه انا بدي اخنق حالي وهي، لا انا طبعا كل اسبوع بحاول هيك اعمل شيء بحبه ورفه عن حالي مع رفقاتي مع عائلتي، بس طبعا انا منظمه الوقت هون وهون. والحمد لله بالحقيقه انا ماني ندمانه اني فتت بمجال السباحه، ودائما بقول لماما انه انا بشكرك عن جد، بشكرك من قلبي انه انت فوتيني مجال السباحه، حسست انا هيك نعمه اخذتها من الله الحمد لله. فابدا ماني ندمانه انه انا فتت بمجال السباحه، وكثير مبسوطه انه انا قدراني اوفق بين هون وهون، وكثير في ناس بتحبني وناس بتدعمني وبتشجعني. اكيد اكيد. نحن كلنا هيك قلبنا معك، ولسه ناطرين لسه بطولات اكبر، وخاصه من حدا عنده شغف لشيء معين اكيد بده ينجح فيه. مدام لبنى لساتك عم بتمارسي الرياضه، يعني مع العائله، تعب العائله ومع تربايه الاولاد؟ دائما بشكل يومي عندي تمرين مع نانا 3 ساعات. تركض تركض، حتى بتسبح مرات اكثر مني، بتركض وبتسبح، دائما مستمره. تمام. اكيد. خلينا نحكي اليوم إنانا عن الصعوبات اللي بتواجه السباحين السوريين، برايك شو هي الصعوبات وكيف سبل تطويرها كمان برايك وحلها؟ وكمان اكيد مدام لبنى فيك تجاوبينا كمان على هذا السؤال. هلا انا برايي كسباحه وككل السباحين وككل الرياضيين، دائما اذا بتسالي اي رياضي بيقول الصعوبات هي قله المشاركات الخارجيه. دائما الرياضيين سواء سباحين او غيرهم بحاجه للاحتكاك مع الدول البقيه. نحن يعني الرياضي مو بس انه هن بيفكروا انه بس تمرين خلص الرياضي بيقدر، هي الرياضي اقل شيء بالسنه كسباحه انا لازم اكون مشاركه 6 مشاركات بالسنه الوحده. هلا انا عمري 16 سنه ما شاركت غير 4 مشاركات خارجيه، وهذا شيء غلط. لازم انه هو صحيح يعني الحمد ممتاز لله ممتاز، لانه كنا بفتره حرب. تماما هو هي الفكره، انه نحن اكيد مو مثل الدول الباقيه، نحن بفتره حرب، وبالعكس الحمد لله انه نحن عم نطلع ابطال وعم نقدر نتقدم بهي الظروف الصعبه، بس هو هي الفكره انه قله المشاركات الخارجيه، وممكن فينا نقول دعم الغذاء، يعني الغذاء الرياضي لازم يكون له برنامج مخصص يعني صح. وغير هيك مدرب لياقه بدنيه مخصص، ففي كثير شغلات، بس الحمد لله مثل ما شفنا هذا السباق، سباق مثل ما حكيت مميز من نوعه، لانه هي اول مره بيجوا هيك عنا اجانب لهون ودول عربيه بيشاركوا معنا وبنحتفل بالنجاح سوا، فهو شيء كثير مهم. يعني مثل هو عم نرسل نحن رساله للعالم من بلد الحب والسلام سوريا، انه انتظرونا نحن رح نتقدم وسوريا رح تطلع أكيد. وترفع العلم بالمحافل الدوليه والعالميه. وطبعا انا بالحقيقه بس بدي اقول شيء، انه انا بهدي هذا الفوز مو بس لعائلتي وللاشخاص اللي بحبوني، مو بس لي، بدي اهديه لبلدي سوريا وللشهداء والجرحى أكيد. لانه هذا السباق عن جد انا بفتخر اني الحمد لله قدرت احقق المركز الاول، وسوريا بتستاهل، وان شاء الله رح نتقدم للمحافل العالميه أكيد.
ونحن اكيد مفتخر فيكي اكيد. خلينا نرجع بس للسؤال كمان، انه كيف برايك سبل تطوير الرياضه عنا، كيف بتشوفيها؟ واذا بدك تحكي رساله لكل الرياضيين وبتوجهيها اول شيء لبنتك إنانا. اكيد نحن عم نشوف نظرات الفخر لإنانا، خلينا نحكي شو رسالتك اليوم للرياضيين؟ اكيد هلا مثل ما قالت بالاول في صعوبات، يمكن يعني كل الرياضيين الفترة هي قلة المشاركات، الظروف التي مرت هلأ على الكل أكيد كانت صعبة. إن شاء الله هلأ عم نتمنى بالمرحلة الجاية بالظروف اللي عم نشوفها هلأ أنه طبعا تتأمن هاي يعني تنحل هاي الصعوبات، يصير في عنا مشاركات. يمكن هلأ صار في تواصل مع عدة دول من الجوار، الدول العربية أو دول مثلا نحن بصداقة معها، بحيث أنه نحن نعمل معسكرات للاعبينا وأنه نعمل مشاركات ودية طبعا لحتى يقدروا يروحوا على المشاركات الخارجية يكون في عندهم خبرة أو احتكاك. فان شاء الله هلا يعني يمكن هذا السبق هو كان بعد فتره انقطاع هو بدايه خير، فاتحه خير لحتى طبعا عم بحكي طبعا بخصوص السباحه انه هو فاتحه خير لحتى يصير في هذا السبق طبعا هو يتنظم كل سنه، يزيد عدد المشاركين، يزيد عدد السباحين، يصير في احتكاك بين سباحينا وسباحين برا. واكيد بقول للرياضيين هو اهم شيء طبعا هو الالتزام اول شيء، انه هن يلتزموا بتعليمات مدربينهم، المثابره، الصبر، التعب. اكيد يعني التعب ما راح يروح، ما راح تكون تروح نتيجته، اكيد كلياته راح يحصد نتيجه. والحمد لله الرياضيين السوريين اثبتوا هن خلال السنين الماضيه رغم الظروف اللي كنا نحن عم نمر فيها انه هن قادرين، انه رغم كل شيء عم يصير فيهم انه هن عم يطلعوا يشاركوا ويرفعوا العلم السوري وينعزف النشيد السوري طبعا دائما بكل المحافل. فطبعا انا بتمنى انه نحن رياضيين هلا الجيل الجديد انه هن يتابعوا هالمسيره ويحققوا نتائج ان شاء الله يا رب، ويثبتوا للعالم انه سوريا رغم كل شيء صار فيها هي قويه وقادره تتصدى وقادره تتحدى، وانه ان شاء الله يا رب بنسمع النشيد السوري عم ينعزف بكل الدول ونفرح فيهم وبانجازاتهم ان شاء الله. اكيد مدام لبنى، يعني نحن يمكن على الصعيد الرياضي وايضا على الاولمبياد العلمي كمان بدنا نقول انه عم يحققوا السوريين رغم ظروف الحرب عن جد، يعني عم ينذهلوا الدول الباقيه انه انتم بحرب وعم تطلعوا، انت عم تسبح وانت كنتي بحرب، يعني هذا انجاز كثير كبير. اكيد مدام لبنى انت مو بس شجعتي إنانا على السباحه، انت شجعتي جميع اللي حابين يسبحوا من خلال الاكاديميه اللي انت حضرتك مشرفه عنها، ويمكن اسمها إنانا. ممتاز. نحكي شوي على الاكاديميه. يعني انا فكره الاكاديميه صارت بعد ما اعتزلت مثل ما بيقولوا المشاركه بالبطولات، حبيت اني اعمل شيء انه يعني نتيجه الخبره اللي انا اكتسبتها خلال مسيرتي الرياضيه انه طبعا انه اقدر اعلم الاولاد، خاصه لعبه السباحه هي لعبه مفيده جدا غير انها ممتعه طبعا، غير طبعا الانجازات، فحبيت اني هذا الشيء ترجمه بشكل عملي. فكانت فكره الاكاديميه اللي بلشت فيها للاطفال طبعا هي من عمر 3 سنين لعمر 16، وحتى ممكن مرات ناخذ الكبار سيدات او رجال اللي حابين يتعلموا، او مثلا كعلاج ممكن حالات كثير بتجينا علاج لبعض الامراض. والحمد لله يمكن انا صار لي الاكاديميه فاتحتها اكثر من 10 سنين وقدرت تنتج ابطال، يعني انا بقول إنانا ورفقاتها هلا الموجودين هن النتاج الاكاديميه، يعني من اول ما بلشوا معي طبعا مع بوجود مدربين بيساعدوني طبعا هن بهي الاكاديميه مختصين، وتدريباتنا طبعا صيف شتاء موجوده دائما، يعني بالصيف بجوز بنروح على كذا مسبح، بالشتويه بمسبح تشرين. واكيد انا بشجع كل الاهالي انه يعلموا اولادهم السباحه، يعني هي فعلا رياضه ممتعه، رياضه مفيده حتى ك يعني مثل ما بيقولوا نفسيا هي بتعمل جو من الالفه بين الفريق الواحد. فبدعو للكل انه هن فعلا يوجهوا اولادهم، ويمكن نحن شفنا انه ثقافه تعليم السباحه هلا انتشرت بشكل كثير كبير اكبر من قبل عند الاهالي. اكيد بفضل هالافكار اللي انتم عم تحطوها او الاكاديميات اللي حضرتكم يعني شجعتوا عليها، يمكن سمر انتشرت هيدي الفكره بين العالم. اكيد انتشرت، وهذا الشيء كثير يعني اسمه وعي انا بلاقي، وانا بلاقيكم كام وبنتها مثال، يعني كل عائله هيك كثير كثير حلو يكون هذا التعاون والنجاح وهالقصص كلها كثير حلوه، يعني عن جد نحن بنشوف حالنا فيكم. بالختام إنانا خلينا نحكي انجازك الكبير بعمر صغير، خلينا نحكي الشكر لمين بتوجهيه اليوم؟ طبعا الشكر
لماما بالاول أكيد. يعني هي يعني حرفيا بكل معنى الكلمه السبب بكل شيء عم حققه، سواء على الدراسه او السباحه. وطبعا ما بنسى مدربيني وقفوا معي بكل فترات حياتي، كانوا مو بس مدربين، كانوا مثل اب لي، مدربي حسام سلوم ومدربي ايمن النمر، كثير وقفوا معي بكل الفترات، دائما كنا نتمرن سوا ونتعاون سوا، وبفضل هالتعاون المشترك نحن قدرنا نحقق هذا الشيء. وطبعا اكيد ما بنسى رئيس الاتحاد الرياضي العام الاستاذ فراس معلا، ورئيس اتحاد السباحه الاستاذ همام معلا. طبعا هن بفضلهم وبالتعاون مع عده شركات تم تنظيم هي البطوله، يعني الحمد لله انه انا قدرت احقق فيها المركز الاول. وهي البطوله مثل ما حكيت هي عن جد رساله لكل العالم انه سوريا جايه وسوريا رح تطلع بالمحافل الدوليه والعالميه، وحتى انه الاجانب كمان لما شافونا كيف سوريين، انا اولى والسباح صالح محمد كمان أكيد. اول، فهيك كثير انبسطوا انه صاروا يزقفوا لنا وينبسطوا فينا انه انتم بالرغم من كل ظروف الحرب صحيح. سوريا عم تنتج ابطال، ومو بس بصعيد السباحه، بالرياضات الثانيه وحتى بالاولمبياد العلمي مثل ما حضرتك حكيتي. فكمان انا كثير بتشكر كل مين ساهم بتنظيم هي البطوله والحمد لله. وايضا انا بدي اتشكرك لك على الفوز، لانه انت حققتي لنا فخر كثير كبير لكل السوريين، واكيد الشكر الاكبر للوالده يلي عم تتعب بكل شيء. عن جد شكرا كثير لك على اهتمامك بإنانا، على اهتمامك بالرياضيين. الكاس اليوم يمكن حاطينه نحن اليوم بنفتخر فيه وحدنا، هذا الكاس يلي حضرتك نلتي يعني وحملتيه بالعالي، اكيد ان شاء الله يا رب نرفع لسه العلم ان شاء الله. بس عم نشوف دموع، خلينا نحكي شو ممكن تعبري لإنانا اليوم عن حبك عن فخرك، شو ممكن توجهي لها كلمه بالختام؟ اكيد انا مبسوطه كثير فيها، بفتخر انه التعب اللي تعبته علي كل هالسنين انه جاب نتيجه أسمر. وان شاء الله لقدام بتمنى لانه هي عن جد بتكفي هاي المسيره. هي دموع الفرح لا تغصي. بس دموع غاليه كثير. اكيد يا رب ان شاء الله هيك، بتمنى لها ولكل الجيل هذا اللي موجود هلا بعد المعاناه اللي عانوها انه هن فعلا يحققوا شو بيتمنوا، بيحققوا يعني مثل ما بيقولوا يحصدوا نتيجه التعب اللي تعبوها كل هالسنين. دموعك مدام غاليين كثير علينا ايضا وعلى إنانا، ان شاء الله هيك دائما بيكونوا هيك النقطتين بهالفرح بس. يا رب ان شاء الله يكونوا دائما فرح. الف الف مبروك لكم، وعن جد بدنا نتشكر وجودكم معنا، قيمه مضافه اليوم لنا ولكل اللي هلا عم يتابعنا. اكيد انه نحن مستضيفين الحائزه على المركز الاول إنانا سليمان، كل الشكر لك البطلة لبنى معلا، نورتوا صباحنا. وكل الشكر لكم اكيد. يعني انا ما بنسى دور الاعلام، يمكن بهالفتره أكيد. الاعلام عم يدير باله على الرياضيين اكثر من وقتنا بكثير، انه دغري عم يسلط الضوء عليهم، عم على انجازاتهم بشكل عام، بحيث انه هن يحسوا بالفخر قدام ابناء شعبهم كله. اكيد نحن فخورين فيكم، ام مثاليه وبطله عالميه، يعني شرف لنا انك اجيتي لعنا اليوم انت وإنانا، اكيد كمان فخر لكل السوريين. اهلا وسهلا فيكم، نورتوا صباحنا والف مبروك. اكيد شكرا، الله يبارك فيك. شكرا كثير لكم.